السلام عليكم. البارح دخل حيز التنفيذ قانون 55/19 المتعلق بتبسيط المساطر والاجراءات الاداريه. وهذا القانون مريقل لانه كيبسط الاجراءات الاداريه، واهم ما جا فيه انه ما يمكن هذاك السيد الاداري يطلب منك الا نسخه واحده في شي وثيقه، مثلا بغيتي شي ما عرفتش هذاك الشيء العيبه كيطلب منك الوثائق عنده حق في نسخه واحده. واهم شيء جا فيه وحيدوا ليغاليزاسيون، ما بقاش شي حاجه، عدم هاي كنشوف الماده 70 منه، عدم مطالبه المرتفق بالاداء بنسخه مطابقه للاصول والوثائق المستند المكون الملف، يعني ليغاليزاسيون ما بقاتش، وهذا من اهم الحوايج اللي فيه، زائد انه لغى بزاف ديال الوثائق، مثلا شهاده العزوبه، شهاده الزواج، شهاده الحياه الفرديه، بزاف هذو ما بقاش شي حاجه. ولكن هذا القانون راه خارج من 6 مارس 2020 وما دخل الحيز التنفيذ حتى البارح. علاش؟ لانه يلا خرج الموقع الالكتروني اللي كيجرد هذوك الوثائق كما كتشوف، كيف ما كتشوفوا في الماده 3 كتقول انه خاصو يخرج هذا السيت ويب اللي كيليستي جميع الشهادات اللي يقدر يحتاج شي مواطن او شركه او جمعيه او كيف ما كانت. هذا كيما كتشوفوا كندخل للسيت كتلقى كنتي مواطن عادي، كنتي انت جمعيه، كنتي مواطن مقيم بالخارج، كل شيء الحالات اللي ممكن تحتاج فيهم الشهاده. شي حاله ما كتكليك عليها كتشوف سميت الشهاده، كتكليك عليها كتشوف الوثائق اللي خاصك تجيب باش تحصل عليها. مثلا دابا انت هاي شهاده التصريح بالولاده في الحاله العاديه، هما الوثائق اللي خاصك تجيب. مثلا بطاقه السكن بالحي الجامعي، هما الوثائق اللي خاصك تجيب. واضحين؟ كتدخل كتلقى الوثائق. مثلا مشيتي انت في حاله التصريح بالولاده، مشيتي للاداره وقال لك هذاك الموظف عطاني شي وثيقه اخرى من غير هذا الشيء المكتوب، كتقول ليه لا حبس، هذا الشيء اللي مكتوب اللي كاين في السيت ويب من حقك تقول ليه لا، وهو خاصو يتأدبط عليك، لأنه غالبية الموظفين تيكونوا ما عارفينش هادشي اللي دابا كنقول لكم، ما كيكونوش عارفين. قانون هو مشير، قول ليه لا، هذا هو القانون، هذا هو حقك، خاصك تدوي على حقك، والموظف ما عندوش الحق يطلب لك جوج نسخ من شي وثيقة من هادو، نسخة واحدة، وما عندوش الحق يقول لك سير ليغاليزي، هادشي ما بقاش، أنت خاصك تدوي على راسك، كاين فوا يقول لك شي حاجة قول ليه حبس، أنت دي معاك هاد لاليست شوفها في السيت ويب، ودي معاك الوراق ديالك ناضيين وعطيه. وهو القانون كيلزم عليه انه يعطيك واحد الاجال باش يتشترط عليك الدوسي، وهذا الاجال اللي حددوا القانون الماكسيموم في 60 يوم في الحالات العاديه، وفي حاله الاستثمار في 30 يوم، ما خاصوش يفوت 30 يوم. علاش هذا الاجال الكبير اللي كيبان لي انا شخصيا كبير؟ في الحالات اللي تيكون وثائق خاص الاداره تخرج وتراقب وداك الشيء، اما الحالات العاديين راه الاداره خاص اجل قال من هذا الشيء، راه كندوي على نهار يومين وخاص يكومين ليك الاجال ديالك. من الحوايج المهمه اللي جابت القانون انه الاداره فيما بينهم عندهم الامكانيه تبادل المعلومات بخصوص المواطنين او للشركات او للجمعيات الى غير ذلك. وهذه القضيه مهم تعرفها، بمعنى انه اذا كانت شي معلومه مثلا عند مكتب الصرف، دخلتي شي فلوس من على برا عند مكتب الصرف، تقدر مديريه عامه الضرائب تطلب هذه المعلومه. هذا الشيء على حسب ما فهمت بخصوص هذه القضيه، كتسهل هادشي كتسهل الوقت، كتختصر الوقت، ولكن انت تيوليو معلومات اللي كتسحب ما كاينش عند الاداره ديال الضرائب، راه عندهم لانهم كتسحب انت عند مكتب الصرف. وكذلك مثلا ديال السيرفيس دي ميل، راه هاد لو شونجمون ديال المعلومات ما بين الادارات ما كانش حاجه في المغرب، دابا غادي يولي بموجب القانون. طبعا هادشي على حسب ما فهمت، مهم مزيان تعرف هاد المعلومات، واهم شيء انك تدوي على حقك وما بقاش ليغاليزاسيون. تهنينا ناري تهنينا. الى هادشي اللي فهمت في هذا القانون، اللي عندك شي سؤال خلي ليا، وتهلا ورمضان كريم وفطر مزيان.